الاستاذ ابراهيم البليهي كاتب ومفكر سعودي وعضو في مجلس الشورى يحمل شهاده في الشريعه الاسلاميه له العديد من الاسهامات والكتابات التي تتمحور حول نقد الفكر العربي والاسلامي يؤسس مشروعه الفكري على رصد علم الجهل ويرى ان افه هذا العلم تتركز على عوامل كثيره منها الانغلاق الثقافي والاستبداد السياسي والخواء الاخلاقي وبهذا يرى في النموذج الخاص بالحضاره الغربيه مخرجا لحاله الجهل المعاشه في العالمين العربي والاسلامي له مؤلف بعنوان حصون الجهل واخر عن عبقريه الاهتمام وله مؤلفات اخرى جميعها يرصد مفاصل السلوك الذي يؤدي الى التخلف اردنا من هذا الحوار ان نتعرف على ما وصل اليه الاستاذ ابراهيم البليهي من مسؤوليه ودور للفكر الاسلامي في الازمه المعاشه الان؟ ومتى وكيف انحدر بعض الفكر الاسلامي الى هاويه التطرف؟ ثم كيف يؤسس الدكتور ابراهيم البليهي للمرحله القادمه خصوصا بعد هجمات باريس؟ وما المتشابه والمختلف بينها وبين ما حدث من احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001؟ المفكر والكاتب السعودي الاستاذ ابراهيم البليهي اهلا بك واسمح لي من سياقك ومن نظريتك ومن افكارك انت اسست لعلم الجهل هذا العلم وانت تفكك منظومه الجهل بشكل كامل انا اريد ان اقف عند نقطه تتعلق بالفكر الاسلامي وليس كل الفكر الاسلامي وانما نقطه بعينها وهي عند المتلقي المتلقي انا لا اتحدث عن اولئك الذين يرسلون وينشرون فكره التشدد ولكن اتحدث عن هذا المتلقي الجمهور العام الذي يتلقى لماذا لديه قابليه او انجذاب بشكل او باخر ناحيه افكار التشدد ربما تكون في بعض الاحيان اكثر من الانجذاب نحو الاعتدال والتسامح. <applause> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أولاً إنه يجب أن ندرك بأن يعني أنا وصلت إلى نظرية عن عن, عن الإنسان بأنه كائن تلقائي وبأن وبأن, وبأن وبأن وبأنه يولد بقابليات فارغة مفتوحة قابلة للتشكل بأي شيء موجود في البيئة يعني كائن فطري ك... ك... نعم كائن فارغ آه فطري يعني آه آه التلقائية بالنسبة آه مثل أي مادة خام مثل أي مادة خام قابلة للتشكيل آه التلقائية بالنسبة لك هي الفطرية هي السليقه هي هي الفراغ هي الفراغ هي الفراغ انت تولد ابيض نعم. ثم نكتب عليه ثم نكتب آه. عليه اي نعم مم. فهذه الماده القابله للامتلاء والتشكل يحتلها الاسبق اليها فالعقل انا في عندي مقال او كتاب اسمه العقل يحتله ويصوغه ويتحكم به الاسبق اليه فاذا ولد الانسان في بيئه متشدده فلا مم. بد ان يكون تلقائيا متشدد يعني لانه يتشرب هذه الثقافه المتشدده ثم تصبح هي معياره للحكم على الاشياء والحياه بكل تفاصيلها ولهذا الناس يتحدثون احيانا يظنون ويتوهمون بان بان الجهل المركب حاله استثنائيه وهذا ليس صحيحا الجهل المركب هو الاصل في 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 البنيه الذهنيه. وقبل الجهل انت قلت يعني جمله مهمه وهي تتعلق بمساله ان العنف اذا ولدت في بيئه عنيفه فانت تكون اميل الى العنف. ما هو اميل هل, هل نحن... هذه طبيعته. هذ... اذا اذا نحن بيئتنا بيئه عنيفه بدون شك وثقافتنا ثقافه عنيفه بدون شك، نحن نتشرب هذا العنف لاننا نتشرب كره الاخر ونتشرب اننا على الحق المبين وان الاخر على الضلال المطلق ايضا. وهذه الرؤية تجعلنا نكره كل الآخرين الذين لا يتفقون معنا في طريقة تفكيرنا وفي تصوراتنا وفي أسلوبنا للحياة طب أنا أمام ثقافتين نعم. ثقافة إسلامية ونحن الأغلب في العالم العربي هو عالم مسلم ثم تأتي ثقافات أخرى فكي وهي الثقافة العربية كلنا نتشارك في الثقافة العربية ويختص كل فصيل أو كل ديانة بثقافتها هناك ثقافة إسلامية وثقافة غير إسلامية كيف يمكن أن تتوازى الثقافتان الثقافة العربية والثقافة الإسلامية ليتكاملا لا ليتصارع في بعض النقاط هي هي المشكلة أنه الإنسان أصلا كائن تبريري فهو عندما يعتقد اعتقادات أو تتكون عنده تصورات عن نفسه وعن الآخرين وعن الحياة فإنه يلبسها لباسا دينيا أو لباسا قوميا أو لباسا يعني لابد أن يجعلها مقبولة عند نفسه وعند الآخرين هي المشكلة أن محاولة التبرير فالثقافة العربية عندما تجنح هذا الجنوح فهي تلبس لباس تلبس لباس الدين من أجل م. أن تكون مقبولة وهو أيضا نفسه يعني مثلا أنت في سؤالك في البداية تقول أنه نحن نتحدث عن الإنسان العادي وليس عن من ي... المتلقي الجمهور يعني العامة متلقي. أنا أرى أنه حتى المتحدث ومن يبرمج الآخرين هو نفسه مبرمج فهي سلسلة من التوارث التلقائي سلسلة من التوارث التلقائي لهذا النوع من الثقافات لهذا النوع من العقل فالناس يتوهمون ان ان انه يوجد عقل بشري، هو لا يوجد الواقع عقل بشري كيف؟ ونحن كل كل نحن ثقافه نعيش كل العقل كل ثقافه لها عقل مختلف لان لان الثقافة لان العقل هو مجموعه معايير ومنظومه تصورات ومنظومه قيم وكل ثقافه تختلف في منظومه قيمها وتصوراتها ورؤاها عن الحياة والكون عن عن الثقافات الأخرى، ولهذا معاييرها أيضا تختلف اختلافا كليا، ولهذا أنا أرى أنه أنه كل ثقافة عبارة عن كيان منفصل متمايز، ولا يوجد إمكانية للتزاوج بين الثقافات إلا بترويضها كما يروض الجسم ليقبل عضوا ليس منه. طيب ما هو البديل؟ يعني أنت تقدم دائما الثقافة الأوروبية أو الحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية على أنها النموذج، على أنها القدوة يعني. طيب كيف يمكن ان يحدث التزاوج؟ يعني او او نقول عدم الصراع، يعني كما قال هانتينغتون في منتصف التسعينيات كان يتحدث عن صراع الحضارات، ان الحضارات تتصارع ولا تتكامل. اولا انه انا استغرب الذين يستنكرون ما مم. كتبه هانتينغتون لانه الواقع انه قال بعض ما يجب ان يقال، يعني انا ارى ان التنافر بين الثقافات اشد مما قال هانتينغتون يعني مم. هو 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 انفصال تام، هي عباره عن كيانات منفصلة انفصالا تاما وكل ثقافة ترفض الثقافة الأخرى إذا كانت منغلقة طبعا الثقافة المنغلقة ترفض أي تدخل من ثقافة أخرى أو فكر مغاير من ثقافة أخرى الثقافة الغربية الغربيين لا يختلفون عنا لكن اختلفوا في ثقافتهم وليس في جيناتهم أو في تكوينهم لو أنهم لو عاشوا معنا لكانوا مثلنا ولو عشنا معهم لكنا مثلهم فلا يوجد اختلاف جيني وإنما دائما المعضل, المعضل في العالم هو المعضل الثقافي الثقافة الأوروبية تأسست على الفكر الفلسفي والفكر الفلسفي أصلا من طبيعته أنه لا يدعي المعرفة المطلقة وإنما يدعي مقاربة الحقيقة لا يدعي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة وإنما يدرك أن الجهل هو الأصل وان بلوغ الحقيقه هو محاوله الاقتراب وليس وليس امكانيه الامتلاك وهذا هو الفرق ولهذا انا عندي مقوله انه معيار التحضر هو القدره على التغير والثقافه الاوروبيه الثقافات <applause> الاوروبيه عندها قدره على التغير لكنها لم تولد هكذا ولهذا تجد انه ما كان قبل خمسين عاما مرفوضا في اوروبا اصبح الان من سلوكيات الناس العاديه تماما يعني طيب يعني إذا كنا نق... إذا كنت أنت توافق سامول هانتينغتون في مسألة صدام الحضارات وتجاوزه أيضاً. بال... آه بالعكس يعني كان كان رحيم الرجل نعم كان يجب أن يقول ما هو أفظع. نعم نعم طيب أرى أنه يجب أن يقال كي... بأن الثقافات غير قابلة بأن تتزاوج إلا ب... إلا بترويض شديد. لكن الثقافة الأوروبية والغربية تزاوجت مع الثقافة الإسلامية وابن رشد دليل على ذلك. الرشدية الغربية كثقافة غربية بنيت على نتاج الثقافة الإسلامية المتمثلة في ابن رشد لا ليست الثقافة الإسلامية، ابن رشد ليست ليست ثقافته ثقافة إسلامية، هي ثقافة يونانية، ولهذا هو شارح شارح أرسطو. يعني هي ثقافتهم بضاعتهم ردت إليهم. فابن رشد الأصل أن ثقافته ثقافة يونانية. و... ونحن رفضناه لأننا لا نقبل فكرًا مغايرًا. لكن في نقطة تتعلق يعني ابن رشد كان فقيهاً أيضًا، يعني حينما يتحدث عن التأويل ويتحدث عن عدم التكفير ويدلل بنصوص دينيه وغير ذلك من الامور في تهافت التهافت وفي كتبه الاخرى ايضا هو ليس ومع ذلك لم يقبل لم ت... ومع ذلك لم وحرث كتبه في يعني أنه الإسلامي. أنه فقيه وانه ايضا قا... يعني حاول مم. ان يقنع بان ما يقوله لا يتعارض مع الاسلام ومع ذلك لم نقبله لان قبول الفكره المتميز ليس من طبيعه البشر الاصل ان الناس ينتظمون على على طريقه تفكير وتصورات لا يقبلون ان يتخلوا عنها هذه واحده والثاني انه ابن رشد ايضا كان له موقف سياسي وهذا ايضا جعل السياسه تتدخل تحاول ان تقمع هذا الفكر لئلا يفتح بابا لا يريدون انفتاحه. طيب هنا اتحدث عن مساله هل ثقافتنا ثقافه طارده؟ طاردة لكل ما هو تنويري لكل ما هو عاقل أسوأ من طاردة هي, هي الطارد يمكن يطردك وراء, وراء الباب وبس ويسك يترك لكن ما يترك يلحق لما يستأصلك يعني ثقافة ليست فقط طاردة وإنما أسوأ من أن تكون طاردة هي لا هي 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 هي, هي تتوهم الكمال المطلق والاكتفاء التام ولهذا ترى أن من أن من يحاول أن يأتي بفكر مغاير أنه ينتقص من هذا من هذا من هذا الاكتفاء ومن هذا الـ الـ الكمال. طب أنا يعني وأنا أقرأ كتبك الحقيقة حصون الجهل وغيرها في كتبك كنت دائما ترصد أو تتتبع مرض الجهل أو آفة الجهل وتحاول أن تفكفكها عن بعضها البعض عشان تعيد تركيبها مرة أخرى تولد الدلالات من الفك والتركيب في نقطه تتعلق بمساله من اين جاءت هذه الثقافه الطارده المنغلقه المتشدده على ثقافتنا الاسلاميه يعني حتى دوله الخلافه وما قبل سيدنا عثمان كانت هناك حاله نقول شبه كمال في في هذا الوقت هل بوجود تحول الدعوه الى دوله يعني هل مع الدوله الامويه وبعدها الدوله العباسيه بدانا نشوف قطع الرقاب والحرق وغيرها من هذه الامور هل نحن أمام ثقافة إسلامية سياسية طغت عن الثقافة الإسلامية الدعوية وطردتها وهمشتها طبعا عندما تتحول الدعوة إلى دولة آه. هذه خطيرة جدا لأنها, لأنها تريد أن يكون الناس كلهم نسخا واحدة مثل مطابقين لهذه الدعوة م. والدعوة وليست الدعوة ذاتها وإنما ما يريده من يتبنى هذه الدعوة ما يريد يعني هذا الفهم هو فهم فردي، فهم شخصي، فهم انساني، معرض لكل الاخطاء ومعرض لكل الاهواء، ولهذا من يريد ان يحمل الناس على على اتجاه معين فهو يحملهم على على طريقة تفكيره هو وليس على ما يزعم انه يتبناه كمن يريد ان يقول انه هذا هو الاسلام، م. هذا فهمك للاسلام وليس هو الاسلام، الاسلام شيء عظيم اعظم مما من ان يحتويه ذلك اذا انت مع فكره الثقافه الاسلاميه السياسيه والثقافه الاسلاميه الدعويه يعني هل هذا المصنف انت هذا هذا التعريف توافق عليه اولا المصطلح؟ اولا انه انا ارى انه اي دعوه يعني حتى مثلا الاتحاد السوفيتي عندما تبنى الفكر الشيوعي آه. الماركسي حوله الى الى اشد من العقائد يعني كان يطارد من يخالفه حتى العلماء يمنعهم م. من ان يعلنوا نتائج نظرياتهم وبحوثهم اذا كانت تتعارض مع الفكر الماركسي فهو اي فكر سياسي اي, أي فكر سياسي آه. اي فكر تتبناه دوله فلا بد ان يكون قامعا ومفسدا للعقل طيب الايديولوجيات المغلقه المنغلقه طب بما انك تتبعت الثقافه الغربيه والاوروبيه في وقت من الاوقات هي هي نحن نعيش ما عاشته بمعنى يعني في ايام الكنيسه وسطوه الكنيسه وما تم وقتها ربما يكون موجود الان في العالم الاسلامي بشكل او باخر، كيف يمكن ان استفيد من تجربه حل معضلتهم مع الدين؟ يعني هم حلوا مشكلتهم مع الدين خلاص واصبح هناك ذلك التطور الذي نراه بهذا الشكل، كيف يمكن ان نستفيد من هذه التجربه وهي علاقه فك التشابك ما بين ما هو مدني وبين ما هو ديني في هذه المساله؟ لا نعتقد انه نحن دون ان نتهم ب... نحن... او يكون هناك اتهامات بليبراليه وعلمانيه وتكفير وغيره. نحن, نحن أسأ... اولا انا اعتقد أن الثقافه العربيه والبيئه العربيه والتاريخ العربي يختلف جذريا ونوعيا عن التاريخ الاوروبي. الاوروبي لم تستبد به سلطه واحده ابدا في كل تاريخه يعني, يعني سلطة حتى الكنيسه في القرون الوسطى حتى في القرون الوسطى كان هناك تقاسم للسلطه تجد انه الاقطاعيين يقاسمون الملوك السلطه الكنيسه تقاسم الملوك السلطه النبلاء نفس يعني قصدي انه لما تاتي لما تاتي للثقافه الاوروبيه لا تجد انه انها مرت بفتره حتى ما يسمى العصور المظلمه او القرون العشره اللي يسمونها القرون الوسطى التي فصلت بين الثقافه اليونانيه وثقافه العصر الحديث ايضا كانت لم يكن هناك من ينفرد انفرادا كليا بالسلطة إلى أي حد يمكن أن نحل مشكلتنا مع الأفكار المتشددة المحسوبة على الدين عشان نكون دقيق في كلامي عندما يتاح فرصة للفكر والفكر المغاير وأيضا أن نفهم طبيعة العقل البشري العقل البشري مهزلة <تصفيق> <تصفيق> العقل البشري مهزلة فهو إذا تبرمج بشيء لا يخرج منه إلا حين يصدم إلا حين يفكك الا حين يصاب بصدمه توقظه من هذا السبات فالاصل في العقل البشري انه مقتنع ومرتبط بما تبرمج به في طفولته رغم انه لم يتعرض لاي فحص ولا تحليل ولا مراجعه ومع ذلك هو معياره للحكم على الاشياء والنظر الى الحياه <applause> هذا العقل يجب انا اعتقد انه يجب ان 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 أن تكون ثقافة العقل ثقافة واسعة أساسية لكي يفهم الناس طبيعة عقولهم طبيعة قابلياتهم وكيف تتشكل إذا فهموا هذه الطبيعة وكيف تتشكل أدركوا أن ما يعتبرونه منتهى الحقيقة هو ليس إلا وهما أنهم تشربوه تلقائيا ولم, ولم يعرضوه لأي فحص أو تحليل طيب الأستاذ إبراهيم اسمح لي نطلع فاصل قصير وأعود مرة أخرى لأكمل هذا الحوار مع حضرتك فاصل للمشاهدين الكرام نعود بعده ونكمل هذا الحوار مع المفكر السعودي والكاتب الاستاذ ابراهيم مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار مع الاستاذ ابراهيم البليهي الكاتب والمفكر السعودي اهلا بحضرتك مره تانية انا اريد ان اكمل هذه النقطه في مساله ان طالما يعني حسب كل... يعني ح... ضمن نظريتك وحسب كلامك من ان هناك مصلحه ما حتى لو كانت خفيه بين المست... الحاكم المستبد والمثقف المنغلق آه، اذا هذه الشعوب ضحيه ضحيه للقاعده مره وضحيه لداعش مره وطالما طلع داعش ستخرج لنا اسماء كثيره في المستقبل يكون هناك لها ضحايا أولا أنه أنا أريد أنا أن أوضح أيضا في مسألة السياسية المستبد م. والفقيه المنغلق المثقف المنغلق إيه إيه آه. ال والفقيه المثقف المنغلق نعم آه. آه. الأصل أن الإنسان أصلا هو يكون واثقا واثقا هو لا يعلم أنه لا يعلم كل إنسان لا يعترف بجهله ما هو لا يعترف لا يعلم أنه يجهل آه. لا يعلم أنه يجهل ودائما معيار معيار الوجود هو نفسه هو ما في ذهنه حتى يكون هناك ما يستوجب ان ان يفيق وان يعيد النظر في معايير في المعايير التي يحكم بها على على الاخرين وعلى الوجود وعلى الكون وعلى كل ما يجري في الحياه فهو ايضا المستبد هو عنده قدره على التبرير ويقنع نفسه ويقنع الاخرين يقنع نفسه انه ما يفعله يعني حتى من يرسل الناس للمق... للمقاصف لل... للقتل وللسجن ولغيره م. يرى انه يفعل الخير لينقذ البشر من هؤلاء الناس ولو م. حتى ولو لو يرسل نصفهم لل... للمقصله م. فهو الانسان عنده قدره على ان يبرر ما يفعل وسلوكه مهما كان طريق طبيعه فعله لانه ولهذا انا اقول انه اهم شيء ان ننتبه له هو طبيعه العقل م. انه عنده قدره على ان يبرر لصاحبه كل ما يفعل وكل تصرف وكل تفكير ما لم يصدم ويضطر اضطرارا والسياسي عاده لا يضطر لانه محمي عن الاضطرار الربيع العربي مش ممكن يمثل صدمه للسياسي لا لانه الربيع العربي اسفر عما هو أسوأ مما قبله وهذه مشكله هذه ايضا تدل على ان ثقافتنا غير قابله يعني محت ان م ان معضلتنا هي معضله ثقافيه وليست سياسيه فقط السياسي قد السياسي كان دوره ان يحمي هذه الثقافه المنغلقه لكنه استطاع ان يجعلها ايضا تستمر رافضه لاي تغيير يعني الذين غيروا الذين جاءوا بعدهم كانوا صاروا اسوا من من قبلهم وهذه مشكله يعني معنى هذا اننا يجب ان نستفيد من تجارب الامم الاخرى طيب بعد احداث باريس والتفجيرات التي حدثت في باريس والكل يدينها ولا يعترف بها ولا ولكن هناك نقطة تتعلق بمسألة الشرق الأوسط المنطقة العربية يعاد تفكيكها وتركيبها مرة أخرى حسب مصلحة من يريد أن يفكك ويركب بشكل أو بآخر البعض يقول يعني ما حدث في 11 سبتمبر سنة سبت 2001 للعالم الإسلامي سيحدث مرة أخرى بعد أحداث باريس ولكن بشكل افظع، الاتهامات بان المسلمين ارهابيون، الاتهامات باننا قتله، الاتهامات بان هذه حضاره للقتل والدمار، الاتهامات لنا بشكل كبير تتجدد، كيف تراها في المستقبل؟ نحن خلال يعني قرنين منذ منذ اكثر من قرنين منذ الغزو الفرنسي لمصر تعرضنا لصدمات هائله لكن لم نستطع ان نستفيد لاننا ما زلنا نتوهم اننا الافضل وان الاخرين هم الاسوء واننا لا يمكن ان ناخذ من تجارب الاخرين يعني مثلا بس احنا يعني احنا في مرحله الجور علينا يعني نحن الآن لا بس نحن أن... ايضا ج... نحن ايضا جائرون، يعني مثلا تقول انه يعني الكثيرون يعني بجريرة ما فعلته داعش في في باريس أو أو ما فعلته القاعدة في أمريكا في 2001 أنا مثلا أنا أسمع... كمسلم أو كمسلمين يعني؟ أن نؤخذ بجريرة القلة لا بس أنت تنتج هذا النوع، أنت أك... أنت كررت إنتاج هذا النوع من من, من العدوان م. يعني مثلا الذين قتلوا مثلا في 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 امريكا او في في باريس حولها ابرياء لا علاقة لهم بالسياسه والذين قتلوا في العراق ابرياء والذين قتلوا في افغانستان ابرياء والذين قتلوا في السعوديه ابرياء إيه بس الان الذين قتلوا اللي... في مصر ابرياء يعني الذين... الغرب ليس نبيلا كما الذين كما يقتلون قريق... الان في سوريا عرب أوه. يقتلهم عرب مسلمون يقتلهم مسلمون والروس يقتلون, يقتلون في العراق مسلمون يقتلون مسلمين لا وامريكا قتلت في العراق ما يكفي ما والروس يقتلون فيها. في سوريا الان حل... يعني انا اريد بس ان الثقافه الغربيه ليست ثقافه نبيله يعني كما انت تريد ان لا, لا. انا, أقول. أنا يتقاف... اقول انها انها الاقل سوءا، أنا, سوءً؟ آه. آه. إيه، انا ما قلت انها سا... كامله انا ما قلت انها كامله لكن المهم هو قابليه التغير، انا اقول ان معيار التحضر هو قابليه التغير، فالغربيون الان يعتذرون حتى عما فعله اجدادهم بينما نحن ما زلنا نمجد الفتوح والغزو و... وندعو لغزو جديد حتى ونحن لا نملك القوة يختلف هذا فرق, جذري يعني الأصل في الثقافات هو النقائص الأصل في الإنسان النقائص العدوان الأنانية الأثرة إلى آخره المهم كيف تستطيع يج التصحيح أنه كيف تستطيع أن تتخلص نقطة النقطة خطوة الخطوة من هذه الطبيعة الأصلية فالغربيون كانوا سيئين وما زال فيهم سوءا كثير لكنهم يحاولون ان يتحرروا من هذا السوء، وهذا هو الفرق بين من يبقى مغتبطا بما فيه من سوء وبين من يحاول ان يتحرر، يدرك النقائص ويحاول ان يتحرر من هذه النقائص نقيصه نقيصه الى ان الى ما لا نهايه. نعم. اشكرك الكاتب والمفكر السعودي الكبير الاستاذ ابراهيم البليهي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك، شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام لكم دائما تحياتي والى اللقاء